يتجاوز عمره المهني ما ينيف عن نصف قرن من الزمن، إلا أن رغبته للعمل لم تتوقف وحياته الفنية لا زالت متجددة وعطاءه لم ينفذ. هو الكاتب والمخرج المسرحي فيصل بحصون. حياتي إنسان عادي، خريج ألمانيا الديمقراطية. طبعاً أنا استفدت كثير من المسرح العالمي. أنا ما كنتش أعرف المسرح العالمي، ولكن من خلال مشاركتي في المهرجانات العديدة منذ عام 2005 حتى الآن عرفت إيش معنى هو المسرح العالمي، عرفت إيش معنى الإنسان كيف يحب المسرح. يعد بحصو مؤسس أول عمل مسرحي في عدن وأول مسؤول عن قسم الدراما بتلفزيون عدن في خمسينيات القرن الماضي، ولهذا استحق لقب عميد المسرح اليمني. المسرح حديث دش يقول، المسرح الواحد لما يتكلم عنه يروح في خيال بعيد، لأنه يكون هو في الخيال. الكاتب أو المخرج هو دائما يعيش في الخيال. عندما يكتب شخصية محددة الكاتب يعيش خيالها، يعيش شخصيتها. المخرج يترجم هذا الخيال إلى واقع. لإيمانه العميق بأهمية المسرح في الحياة الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي، عمد إلى تأسيس جمعية مسرح عدن بهدف استقطاب وتأهيل الشباب الموهوب المحب للمسرح، وبالفعل نجح في الحفاظ على ديمومة هذا النشاط الفني الذي أريد له التوقف قبل عقود. أنصح الشباب أنهم يجب أن يحبوا المسرح، يحبوا المسرح حب جميل لأنه يكون في أعماقهم. الحمد لله شكلت أو أسس جمعية مسرح عدن. جمعية مسرح عدن هذه ما أختار الناس اللي قد درسوا، ولكن أختار الشباب اللي عادهم ما درسوا، اللي عادهم ما فيش لهم حتى خطوة على المسرح. ليش؟ مشان يوم من الأيام يقولوا والله إحنا كنا مع الأستاذ فيصل وعملنا كذا. الشباب الموجودين الآن، هؤلاء اللي أنا أشتغل معهم، مش هم يشتغلوا معي، أنا أشتغل معهم، هؤلاء الشباب مبدعين، مبدعين جدا. مثل فيصل بحصو اليمن في كثير من المحافل الدولية، وكرم كأفضل مخرج مسرحي على مستوى الوطن العربي أثناء مشاركته في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته 21 في مسرحية من تأليفه وإخراجه. عشت حياتي ما بين الماضي والحاضر. ما بين الماضي أخذ كل إحساسي، والحاضر أخذ خيالي. الماضي عيشنا وأفقنا بشباب ممتازين جدا. الشباب هذولا حقيق مش قدرات أو أكاديميين، ولكن مواهب. هذا الشباب أنا عشت معهم كثير، وأنا فخور جداً إن أنا قدرت أصنع شيء من لا شيء. وأعود بالله كلمة أصنع، ولكن أقولها أصنع للمسرح مش أصنع كبشر. والكثير من فهمنا والكثير من لم يفهمنا. الذي فهمنا عاش حياتي، والذي لم يفهمنا بيعيش حياته وينتهي. كرس فيصل بحصو جل وقته واهتمامه للمسرح الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من شخصيته وحياته اليومية، متناسياً بذلك آلامه الحياتية وهمومه المعيشية. أنا كنت مشيش عود المسرح
خلاص عملت ستوب، لأنه قاتل، المسرح قاتل، قاتل وقتك، قاتل حبك للآخرين، لأنك تحبك تكون للمسرح، حبك للآخرين يضيع، لا عاد تشوف زوجة ولا عاد تشوف بيت ولا عاد تشوف إيش الذي الوجه الآخر لك. أنا وجهي الآن هو وجه مسرح، لكن وجهي الآخر لو تبحثي عنه فيه ألم، فيه مآسي، فيه تعب، فيه مشاكل. أنا لما أجلس مع نفسي في المساء أقول هل أنا بأتمم أو هل أنا بستمر في المسرح أو لا؟ ليش؟ لأن في وجه غير وجهي الصحيح اللي ما أكون على خشبة المسرح. مع تغير المعطيات بين الحاضر والماضي، يرى فيصل بحص أن التمسك بالموهبة الحقيقية هو الرهان الوحيد لاستمرار الفن والإبداع في ظل ظروف البلد غير المستقرة وإهمال الدولة غير المبرر للفن ومنتسبيه. خلي موهبتك أقوى من المادة، خلي موهبتك أقوى من المادة، لا تفكر بالمادة قبل ما تفكر في الموهبة مشان توصل لشيء معين. أول كنا قرص روتي، كان التلفزيون في الجبل ونشر قرص روتي بخمسين سنت ولا بعشرين سنت، وناكل السندويتش ونطلع ونجلس بلا مواصلات، نبكر اليوم الثاني لأن التلفزيون تبنت الساعة 11 ما نحصلش مواصلات من التواهي لما المنصورة، فنبقى يا أما في التواهي. وأحيانا والله والله ما أكذب عليك إننا رقدنا ونمنا فوق سطوح الأرض لأنه ماش مواصلات، الساعة 11 ما عاد تحصل مواصلات في ذيك الفترة. الآن أنت تهتمي في به، الشاب هذا توفر له مواصلات. طيب إذا كانت الدولة غايبة عن هذا الاتجاه معناته من بيقول لهم؟ لكن معنى ذلك انه لا تخلي يا 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 دولة، يا حكومة، يا مسؤولين عن المسرح، اهتموا في المسرح، لأن المسرح واجهة الشعوب. أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا، مقولة لا يتوقف فيصل بحص عن ترديدها، إيمانا منه بأهمية هذا الفن ودوره الفعال في الحياة، راجيا من الحكومة الاهتمام بالمسرح وإعطاء الموهوبين والمبدعين حقهم ومساعدتهم على الاستمرار في العطاء.